برحب بحضراتكم مرة تانية، وعندنا كلام كتير مع ضيفنا اللي منورنا نجم الأهلي السابق كابتن محمود صالح. برحب بيك يا أهلا كابتن، بحضرتك، أهلا وسهلا، برحب بيك ومنورنا. الله يخليك. وعندنا كلام كتير بقى عن النادي الأهلي طبعا، وخليني أبدأ معاك كده من مباراة المقاولين والروح اللي شفتها في مباراة المقاولين بعد ما كان النادي الأهلي متأخر بهدفين وقدر إن هو يفوز ب3 أهداف مقابل 2. طبعا شيء جيد، طبعا العودة وإنك تحول خسارة لمكسب، يعني الفرق هدفين كتير طبعا ما فيش شك، وحولنا لتعادل ثم فوز. واعتقد ده مش جديد على لعيبه النادي الاهلي، يعني ده دي يعني ميزه او صفه او دايما بنلاقيها في فرق النادي الاهلي على مدار التاريخ وعلى مدار الاجيال كلها. ف يعني حتى في الظروف الصعبه احنا دايما عندنا امل كبير لاخر ثانيه ان احنا نقدر نفوز، نحقق اذا كنا في خساره نحقق الاول التعادل وبعد كده نحقق الفوز. واعتقد ده سمه يعني من لعيبه النادي الاهلي دايما على زي ما قلت على مختلف الاجيال. مهم ان هي تكون باينه قوي الفتره دي او ظاهره قوي الفتره دي يا كابتن قبل كاس العالم للانديه، هي دي الروح اللي احنا محتاجينها. طبعا بطوله صعبه جدا، هنلعب فريق الدخيل، فرقه كويسه، فرقه قويه جدا، وان شاء الله ربنا وفقنا هيبقى في لقاء صعب جدا جدا مع بايرن ميونخ بطل اوروبا. المهم جدا يكون عندنا امل وعندنا طموح ونقدر نكسب. يعني هي يعني انا وجهه نظري التفاوت اصبح يعني بين الانديه وبعضها، حتى مستوى البطولات الاوروبيه او مستوى البطولات الافريقيه مع بعض، او مستوى اللاعب الافريقي واللاعب اللي بيلعب على المستوى الاوروبي، اعتقد ما بقتش كبيره زي الاول. يعني انا شايف ان في شك ان حصل تطور في الكوره، يعني هتلاقي مستوى الاجهزه الفنيه متقارب جدا، واحنا عندنا الحمد لله عندنا يعني جهاز قوي جدا، التدريب ومستوى التدريب برضو حاجة كويسة جدا، زائد النادي الأهلي طبعا ما فيش شك هو نادي القرن وأكيد عنده طموح، ودايما عشان نحقق طموحاتنا يعني يكون سقف الطموح يتخطى حتى امكانياتنا احنا، الامكانيات الذاتيه بتاعتنا. يعني حضرتك شايف انه نكون طموحين جدا انه ليه ما نكسبش بايرن ميونخ؟ بالظبط انا بتفق معاك الصراحه في الموضوع ده. طبعا احنا يمكن حققنا المركز الثالث، وقبل كده الرجاء المغربي وصل للفاينل يعني الحقيقه، فليه لا؟ ليه لا؟ الجيل ده يعني قادر، وانا شايف يعني الامل موجود، بس مهم جدا يعني نكون داخلين ما نكسب الدخيل. الدخيل الدخيل صح النطق كده؟ الدخيل 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 القطر. الدخيل المهم نكسب طبعا المباراه دي طبعًا. الاول ان شاء الله يعني نفكر في المباراه الاولى، وبعد كده ان شاء الله اكيد المباراه الثانيه هيبقى لها ترتيب اخر. يعني طيب احنا هنتكلم كمان اكتر عن كاس العالم للانديه، بس خلينا في الدوري كده ونتكلم على المباراه اللي جايه، هي مباراه بيراميدز بعد بكره ان شاء الله. عايزه اسالك لو حضرتك مثلا مكان المدرب او شايف ازاي المدرب ممكن يلعب في مباراه زي دي، يلعب لعب مفتوح ولا يبقى فيه تحفظ هجومي؟ لا تحفظ ليه؟ احنا عندنا امكانيات قويه سواء على المستوى الدفاعي والهجومي فريق ككل، لا ما فيش شك. واحنا نفس الكلام اللي قلناه في البدايه، النادي الاهلي اكيد بيلعب على البطوله، هو اصل هي يعني مش معنى ان انا بهتم بالدفاع ان هيبقى ما فيش اهتمام بالهجوم او العكس، لا بالعكس، انت في حاله الكره بتمتلك الكره خلاص انت في حاله هجوم. ايا كان الكره دي فين، في التلت الدفاعي بتاعنا، في التلت الاوسط، في التلت الهجومي، هو العكس. فقدت الكرة برضه بتحول لناحية دفاعية، فهي التوازن ده لازم يكون موجود، والتحول يكون بشكل كبير سريع. يعني أصبح دلوقتي التحول إن الشكل التكتيكي للفريق إن هو إزاي يتحول من الدفاعي يمتلك الكرة أو يستخلصها أو يستحوذ عليها، وإزاي ينطلق في الناحية الهجومية. مستوى التكتيك أكيد عندنا كويس جدا، نقدر ما فيش أي مشكلة عندنا، نقدر إن التحول ده يكون فعال ويتم بشكل سريع وشكل منظم، والعكس برضه فقدنا الكرة برضو التحول من الهجوم للدفاع اكيد كناحيه خططيه هيتم بشكل كويس وشكل جيد وشكل منظم. يعني التوازن ده هو التحول ده، اعتقد يمكن حتى بنيجي نحكم على مستوى فريق ازاي بسرعه يتحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه او العكس. كل ما كان المستوى التكتيكي مرتفع بتدي التنفيذ بيبقى سهل على اللعيبه. هل مباراة الأهلي وبيراميدز ليها حساسية جماهيرية عن باقي المباريات مثلا في الدوري؟ لا الفترة دي بالنسبة للجمهور. هو بيراميدز أعتقد فاز علينا في اللقاءين السنة اللي فاتت، يعني لم تخن الذاكرة، الدورين مباراة صعبة ما فيش شك، أي فرقة بتقابل النادي الأهلي بتبذل أقصى جهد، فيهم نجوم كبار حتى على المستوى الدولي،
فهي المباراه مش سهله، مباراه صعبه، واكيد بتمثل اهميه، يعتبر احد الفرق المنافسه او احد الفرق القويه اللي ماتشاتهم في الفتره، بالرغم ان هو متكون طبعا يعني دخل الكره المصريه سنتين تقريبا، انما لا فرقه كويسه وعندهم امكانيات ماديه قدروا يجمعوا لعيبه كويسه، وعلى المستوى الفني فرقه قويه، واكيد ما فيش شك مباراه صعبه محتاجه مجهود كبير من لعيبه النادي الاهلي، وفي نفس الوقت اكيد النادي من الماتشات المهمه اللي بيبص لها الجماهير الكره جماهير النادي الاهلي. ليك تصريح شهير يا كابتن انه الاجيال السابقه كان عندها الانتماء اكبر من دلوقتي. اكيد اصل هي تعرف ما كانش في احتراف. واحنا لما يعني الجيل بتاعنا بدينا نلعب سنه 80 81 كنا بنشوف نجوم كبار الحقيقه موجوده، يعني احنا اتفرجنا عليهم واحنا صغيرين يعني 10 سنين 12 سنه وكملوا واحنا لما دخلنا في 20 سنه او اقل او اكتر شويه، يعني هم دول الجيل اللي احنا اتربينا عليه بقى له فترات طويله. كان زمان اللعيب بيلعب لحد ما اعتزل يدخل النادي الاهلي يقيد ويلعب ويمثل النادي الاهلي لحد الاعتزال، كان ما كانش فيه انتقالات اللعيبه والاحتراف الموجود دوت. فانت دخلنا على جيل اتفرجنا عليه كتير وتابعناه كتير وشجعناهم كتير، فما فيش شك دي بتعمل لك نوع من الحرص ان يعني لازم تبذل مجهود كبير قوي. دول النجوم الكبار اللي احنا اللي شايف ان دلوقتي ما فيش الانتماء ده قوي. لا في طبعا ما فيش شك، هو اللعيب طالما بيدخل النادي الاهلي اكيد هو مقدر حجم وقيمه النادي الاهلي وتاريخه الكبير، فاكيد بيبذل اقصى مجهود. بس انا يعني الارتباط بالنادي كان زمان خلاص انت في النادي تقريبا لحد ما تعتزل الكوره انت موجود في النادي. طبعا ظروف الاحتراف في الوقت الحالي وده شيء موجود يعني في كل العالم، يعني شكل الفريق بيتغير، في لعيبه كتير بتنتقل ولعيبه جديده يعني بتنضم للفريق، يمكن الشكل بيتغير، انما ممكن كنا زمان نقعد 10 سنين مثلا التشكيل شبه ثابت يعني. فما فيش شك دي برضو بتعمل انتماء المكان، يعني انت سنين طويله غير ملعب سنه وسنتين وامشي. طب انت شايف ان ده عادي من وجهه نظرك انه عادي ده زمن الاحتراف ومن حق اي لاعب ان هو يروح اي مكان، ولا لا لو انت فعلا بتحب النادي ده ومنتمي ليه ولجماهيره مش هتفكر في فلوس ومش هتفكر انك تسيبه؟ هو على ايامنا طبعا يعني الظروف اختلفت. ما انا بتكلم بقى دايما الواحد بيتكلم على اللي الفتره الزمنيه اللي لعب فيها، قد يعني ممكن نكون لو احنا بنلعب في الفتره دي ممكن افكر زي اللعيب دلوقتي. يعني انا مش بهاجم اللعيب بتاع دلوقتي. هو احترافه كل واحد يعني اكيد عنده حريه، يعني النادي عنده حريه ان هو يستغنى عن اللاعب، واللاعب عنده حريه ينتقل يستمر او دي حريه. بس انا بقول يعني احنا متقصرين بالفتره بتاعتنا. يعني بقول حتى لو في اغراء مادي دخل مادي اكتر من النادي الاهلي، لا احنا لا حتى احنا لما اعتزلنا الكوره وابتدينا نشتغل في التدريب وفي الكوره ممكن تيجي لك مثلا عقد خارجي مثلا في اي دوله خارجيه او حاجه، انما انا بيبقى متمسكين ان احنا نشتغل في النادي الاهلي حتى لو في مكان في اقل، حتى لو مكان دخل مادي اقل، انما يعني احنا اتربينا على كده، هو جيلنا كان كده. انما زي ما بقول لحضرتك يمكن تكويننا ممكن كان يتغير في الفتره ديت ونفكر نفس التفكير بتاع الجيل الموجود في الوقت الحالي. خليني بقى اسالك فنيا اكتر، ايه رايك في خط هجوم النادي الاهلي الفتره الاخيره خصوصا بعد طبعا يعني عناصر كتير قويه انضمت للنادي الاهلي؟ ما فيش شك اعتقد ده بيخلق تنافس داخل الفريق، اعتقد مستويات متقاربه دلوقتي والتنافس موجود، اعتقد ده في صالح الفريق يعني. وده دايما الفرق اللي بتاخد بطولات ما بتعتمدش على لاعب واحد في مركز واحد، اي مركز حراسه المرمى في خط الدفاع الهجوم الوسط، لا مهم جدا التنافس الداخلي داخل الفرقه ده، ده اللي بيرفع مستوى اللعيبه دايما، واللاعب بيبقى حريص ان هو يحافظ على مستواه، وفي النهايه بتبقى في صالح لو سالتك الفريق. على محمد شريف مثلا انضمام مهم اكيد اضافه يعني هي كل العناصر لما تيجي مميزه في مركز، يعني لما يكون هناك عنصر او اكتر من لاعب في مركز واحد ومستويات متقاربه وفي تنافس بينهم كل واحد عايز ينال شرف تمثيل النادي الاهلي ما فيش شك. واللي بيلعب بشكل اساسي برضه عنده طموح انه يلعب في المنتخب، واللي بيوصل يلعب في المنتخب برضه عنده دلوقتي بقى في الاحتراف مفتوح. انا بعتقد كل لعيبه النادي الاهلي وخصوصا بيلعبوا بشكل اساسي عندهم طموح ان هو يجي له ممكن عقد خارجي في اوروبا مثلا. عندنا نماذج موجوده ونجحت وبشكل كبير
ودي كويس، دي بيخلق مستوى الطموح زاد قوي عن السنين على الاقل اللي احنا لعبنا فيها. فده ما فيش شك كل ده المفروض يكون في صالح فريق النادي الاهلي. واحنا في قبل الهوا كنا بنتكلم على بدر بنون في خط الدفاع، وكنت حضرتك بتقول لي انه شايف ان هو لاعب كبير ولسه جاي اكتر كمان منه. ما فيش شك، ما فيش شك بيقدم شكل كويس، واعتقد اضافه يمكن في الفترات اللي فاتت، السنين اللي فاتت ديت كان جالنا مستوى لعيبه مستوى جيد الحقيقه على المستوى الهجومي، كان يعني كان لهم اضافه كبيره بالنسبه لفريق النادي الاهلي. اعتقد يمكن المكان ده كان محتاج تدعيم بشكل كويس، والحمد لله اعتقد اختيار موفق بالنسبه لبدر بنون. طيب لو رحنا لملف التحكيم، عايز اعرف من حضرتك ازاي تابعت اصدار لجنه المسابقات باتحاد الكوره كانت عقوبه ايقاف كابتن الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي 4 مباريات. احنا فوجئنا بيها طبعا، بس القرار تراجعوا فيه بالظبط وتم ايقافه بمباراه واحده. هي المفروض هو للاسف اصل ما يعني الفتره ديت ما فيش اتحاد كامل، يعني 3 اشخاص وتقريبا 1 مسيطر هو المسيطر، هو اللي بياخد قرارات احاديه يعني قرارات شخصيه، ممكن تكون في رواسب جواه بتاثر في قراره، انما القرار ما يكون مجتمع لجنه موجوده مثلا بتضم 7 اشخاص 8 اشخاص يعني بيبقى في مناقشات ويعني في النهايه بنوصل لقرار صائب يعني. انما القرار الاحادي ده من شخص واحد اعتقد، وده دل على شيء اهو نفس في تراجع يعني قبل ما تاخد القرار ادرسه بشكل كويس. ما كانش مدروس يا كابتن خالص خالص. ده وجهه نظر. طبعا. ازاي تلقيت يعني الخبر لما عرفت ان كابتن الشناوي هيتوقف 4 مباريات؟ يعني انه الناس كانت مستغربه انه الحكم اساسا في المباراه ما ادالوش كارت اصفر، ما ادالوش يعني اي انذار او اي حاجه. اعتقد حتى كتب في تقريره ان هو اللاعب لم يقصد الاساءه يعني بالظبط، فخلاص موضوع ده انا الحكم، انا المفروض يتخذ بقراري بالظبط. الكلام ده لو محمد الشناوي اخطا في حاجه احنا ما شفناهاش، انما كان الكاميرا مسلطه يعني الموقف واضح قدامنا قدام الجميع حتى اللي بتتفرج على الشاشه. هو في النهايه قرار يعني مش صائب يعني وتم التراجع فيه، اعتقد يعني المفروض القرار اتخذ بحكمه ويكون مدروس علشان ما يصدر القرار يبقى مقنع للناس وما بقاش فيه احتجاج وكده، انما للاسف يعني كان. طب تابعت ازاي انه بعض الاعلاميين المفروض اعلام محايد يعني كان مستاء من فكره تخفيف عقوبه كابتن الشناوي لمباراه واحده؟ هو الاعلام مش محايد في اغلب الاوقات يعني يعني في مصالح، انا ليا مصالح مع نادي معين، النهارده يعني ممكن اكون انا مسؤول او صحفي وشغال في نادي في اي جهه اكيد لما اجي اقول رايي وقراري يعني وجهه نظري اكيد هتاثر، خصوصا اذا كان المكان اللي انا بعمل فيه ده يعني مرتبط بالمشكله فطبيعي هبقى منحاز بعض الشيء يعني. انا هي موضوع ان احنا الانحياز ما بقاش فيه انحياز يعني بتتكلم بشكل يعني اللي بتقتنع بيه بتقوله وبشكل محايد زي ما بنقول يعني ما بيتمش في اغلب الاوقات يعني انا شايف كده يعني. حتى يعني في الاعلام المفروض ان هو مش بينتمي لنادي معين يعني، انا لو هنا في قناه الاهلي انا دوري ان انا ادافع عن النادي الاهلي وبرده بكون الحقيقه الحق وكلمه الصدق هي يعني الاساس هنا في قناه الاهلي، ولكن في اعلام هو لا ينتمي للاهلي او للزمالك او للبيراميدز او للاسماعيلي او غيره ومع ذلك بيبقى ممكن ضد النادي الاهلي. هو المفروض الشخص يبقى يعني هو تكوينه شخصيته يعني اسمه مكانته لازم يحافظ عليها، ما اقعدش اقول كلام بس يعني انا اقول كلام عكس الصحيح عكس الحقيقه، لا انا ما اقصدش كده اقول قد يعني بيأثر في بعض الاحيان يترك على شخصيته، في شخص هو يهمه المصلحه قبل اسمه ومكانته وسمعته اسمه، لا انت لو في حاجات اهم من ان انت بتستفيد من مكان فطبيعي. انا شايف النادي الاهلي ممكن بيدافع يعني لو بيدافع على حق القناه هنا بالظبط على حق النادي الاهلي في موقفه حقه بيدافع عنه يعني ما بيشوفش فيه انحياز يعني، والنادي الاهلي يعني كفريق كبير وتاريخه وبطولاته واسمه هو مش محتاج حد يدافع عنه بانحياز. النادي الاهلي ملتزم وده مش احنا اللي بنقوله، ده الكلام ده بيعترف بيه الانديه الاخرى وكل الرياضيين حتى مش في مستوى كره القدم على كل مستويات الالعاب الاخرى.
يعني النادي الاهلي ليه مكانته وليه احترامته وكل اللي بيمثلوه. اعتقد يعني ده مش انا مش منحاز والله، انا بتكلم بس طبعا انا اكيد بتكلم بكلام انا مقتنع بيه اكيد. يعني بيجي وبيقول الكلام اللي فيه صدق يعني. والنادي الاهلي لا ومش والنادي الاهلي مش شاغل باله برضو يا كابتن بناس تانية او انديه تانية او ايه بيحصل في مباريات تانية، ولكن العكس بيحصل. هو في يعني احدى القنوات مثلا كل محتوى البرنامج هجوم على النادي الاهلي، ما بيتكلمش حتى على النادي بتاعه. قناه نادي كذا تتكلم عن فرقتك يعني، انت ما شوف مشاكل فرقتك، شوف اللي انت عايز تقدمه وعايز توضحه، ده الاساس. انا بتفرج على قناه الاهلي، عايز القناه ديت تتكلم على النادي الاهلي، مش تروح تتكلم على نادي اخر. بالظبط. فانما الاهلي القناه هنا ملتزمه الحقيقه، ما فيش شك يعني، وده بدون انحياز. لسه كلامنا كتير يا كابتن بعد الفاصل مع كابتن محمود صالح. برحب بحضراتكم مره تانية، ولسه منورني كابتن محمود صالح. وكنا بنتكلم يا كابتن على التحكيم، وكنت بقول لحضرتك بكره ان شاء الله في اجتماع اتحاد الكوره مع الانديه علشان يناقشوا بقى مشاكل الفار الكتير من الانديه المصريه بتعاني منها، مش هقول النادي الاهلي بس، كذا نادي كبير شايف ان هو متضرر من الاخطاء التحكيميه وخصوصا الفار اللي بتحصل في مبارياته. ما دام في اجماع كده او في كذا نادي بيطالب بده، يبقى اكيد في مشكله حقيقيه. ويمكن كنت بتكلم انا وحضرتك انه شفنا كذا كوره بتبقى صريحه وواضحه وبنلاقي ظلم تحكيمي واضح بيأثر على كل الأندية، وإحنا يهمنا النادي الأهلي. أنا لما يضيع مني نقطة واحدة بس بظلم، نقطة واحدة، واللي ضايع أكتر من كده أكيد أكيد لازم يعني أتضايق وأحس بالظلم. هو مفيش شك، هو يعني الفار، فكرة الفار هي فكرة جيدة أكيد هتساعد كتير في نقاط ممكن يبقى الحكم ما عندوش ثقة فيها، زاوية رؤيته أحيانا بتبقى الهجمة بتمشي بشكل سريع، بيبقى هو برضه بعيد عن الهجمة مش هيقدر يتابعها، فبرضه القرار قد يكون في صعوبة. هي معمولة عشان في النهاية الحق يسود بشكل كبير، يعني لو في بطولات يعني. طب يعني حضرتك شايف إن الحق بيسود؟ هي المشكلة أنا شايفها في نقطتين يعني ممكن اتكلم فيهم. النقطة الأولى أنا إحساسي إن الحكام يعني التركيز قل شوية عندهم، إن هو يكون حريص يتابع أسرع الكورة، يكون قريب منها خصوصا في المناطق القريبة من مرمى الفريق اللي بيدافع، لأن خطأ ممكن يعمل ضربة جزاء يدي فرصة لفرقة تكسب أو تتظلم الفرقة دي إن ضاع منها ضربة جزاء. يعني إحساسي إن الحكم قد يكون في مش تراخي شوية، عدم تركيز، يقول لك هي لو فيها شك هيكلموني في الفار واعدها ويشوفوها. ما هو المشكله بقى ان هو بيشوفها يا كابتن فعلا، وبعدين القرار بيبقى غريب يعني. لا ما دي النقطه الثانيه اللي هتكلم فيها. هي النقطه الاوليه مهم جدا ينسى هو الفار. انا يعني انا نازل بحكم، انا كاني الفار ده مش موجود واعتمد على نفسي تماما. دي اكيد هتقلل شويه استخدام الفار. تمام. واكيد هتحسم نقط خلافيه بسرعه طالما انا واقف قريب من الكوره وزاويه الرؤيه كويسه وعندي تركيز كويس. النقطة الثانية اللي أنت حضرتك بقى بتقوليها، هل أنا شايف في مشكلة في الفار؟ يعني أحيانا المشكلة بتروح للفار وبرضه ما تحسمش، وقد يكون القرار ما يبقاش مظبوط. يعني هل دي محتاجة تدريب شوية؟ هل إحنا الـ ممكن تكون عدد الكاميرات عندنا قليل شوية غير البطولات الكبيرة، فمش عارفين نجيبها من كذا زاوية توضح الكرة دي ممكن إيه؟ بالظبط. ممكن تبقى 10 ممكن يكون المباريات الدولية الكبيرة والمستوى العالمي والدولي في 20 كاميرا، فاكيد في زاويه بتحسم الامر، ممكن نشوف من هنا ومن هنا ونقدر نحدد بالظبط. قد يكون ديت مش مساعده، قد يكون الفكره جديده برضو تطبيقها محتاج خبرات. انا كحكم لما اقعد كده على الفار ومسؤول على الفار موضوع، او حكم سابق يعني، ده موضوع تاني غير المحكم في الملعب. يعني قصدي برضو دي اعتقد محتاجه خبرات. كوره ايمن اشرف اللي كنا بنتكلم عليه مفيش حاجه، هو اشرف ببساطه جدا عمل جامب ولعب الكوره وهو نازل سند على اللعيب، هي كانت الكوره انتهت. هو اللعيب ما التحمش معاه خالص، بالعكس هو وطى لتحت وكان مد ظهره للكوره كمان، يعني مد ظهره للكوره ومد ظهره لايمن اشرف، يعني هو ما التحمش معاه وحصل احتكاك او ايمن اشرف وعمل له كوبري. بالظبط كده بالظبط. انما هو اشرف بالعكس، اشرف يعني عمل جامب ولعب الكوره حطها وانتهت خلاص، وهو نازل سند عليه كانت الكوره انتهت. فهي هدف 100%. هدف 100% بدون اي يعني بدون تردد يعني. طيب لو اتكلمنا على المنافسه في الدوري الموسم ده بشكل عام، ومش بكلمك بس على فريق الاهلي، المنافسه بشكل عام الفرق كلها، شايف ازاي الموسم ده؟ شايفه اصعب من الموسم اللي فات؟ شايفه اسهل؟ محسوم مش محسوم؟ شايف ازاي المنافسه؟ لا هو مش صعب تحس من البدايات. طب
يعني محتاجين مشوار طويل شويه. ممكن نقول النادي الاهلي خلاص يعني شبه تقريبا حسب بطوله الدوري. لا لسه الموقف صعب ومحتاج مجهود. شايفه صعب؟ شايف الفرق الثانيه قويه جدا لازم ده؟ لازم اللعيب يحس ان هو صعب. يعني التهاون وعدم احترام المنافسين ده ممكن يجيب نتائج عكسيه خالص. انت كلاعب مستواك هيقل، ممكن تفقد مكانتك في النادي الاهلي، وانت كلاعب ممكن تفقد مكانتك كمنتخب كلاعب دولي، ممكن تخسر حاجات كتير. فالاهميه بشكل جماعي والاهميه بشكل فردي، كل اللاعب يكون مهتم ويطلع افضل مستوى ليه، ده في التدريب كمان يطلع افضل مش في المباراه الرسميه. شايف؟ فهي لازم شايف؟ الاحساس يكون صعب. انه انا بقى حاسس ان كل مباراه صعبه، وانه كل مباراه وكل ثلاث نقط مهمين جدا، وده موسيماني شغاله عليه مع اللعيبه. وعايز اسال حضرتك، شايف ازاي موسيماني طور الفريق في الفتره اللي هو مسك فيها النادي الاهلي؟ هو 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 يعني عارف، يمكن متابع النادي الاهلي اكيد، سواء كان في فتره من الفترات في بطولات مشتركه بيننا وبين الفرق اللي بيدربها في جنوب افريقيا، متابع حتى على الاقل على المستوى الافريقي، متابع النادي الاهلي، حافظ لعيبته، حافظ مستوياتها. وانا بعتقد يمكن دي هو، انا ما اعرفش هو ازاي تم اختياره، هل هو عرض الاول ولا النادي الاهلي عمل يعني تواصل معاه، احنا عندنا رغبه، انا ما اعرفش التفاصيل ايه بالظبط. بس انا احساسي برضو، وده وضع طبيعي مش 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 غريب يعني، ان هو كان عنده امل وعنده طموح، ودي امنيه كان نفسه يحققها ان هو يدرب النادي الاهلي. هو فعلا النادي الاهلي تواصل معاه، كان قدام المجلس الاداره كذا مدرب وبيدرسوا كذا مدرب، وتم اختيار موسيماني يعني. لا هو الحقيقه هو كان متعاون جدا، لانه كان حلم من احلامه تدريب النادي الاهلي. طبعا هو احيانا المدرب على فكره بتبقى المبادره منه، مش كل مره المدرب يعني، قصدي النادي، ان هو يبقى عنده مبادره ان هو يتصل عنده رغبه في مدير فني ويتصل بيه. لا احيانا ما خد بالك، ما في عامل مشترك، في وكلاء لاعبين وفي وكلاء للمدربين، ممكن يكون حصل ما اعرفش التفاصيل ايه. بس انا احساسي ان هو سعى للنقطه دي، او حتى لو النادي الاهلي هو المبادره منه ما فيش شك، هو بدون تفكير يعني اعتقد يعني كما ما درس حتى شروط والتعاقد وبتاع، هو ابدا موافقته اكيد على طول يعني مباشره. مين اكتر لعيبه شايفها تطورت تحت قياده موسيماني؟ إليو ديانج اعتقد في تصاعد كويس، السولية ختم الموسم بشكل افضل وبقى يهدف وجاب 7 جوان، ايمن اشرف في استقرار في المستوى، اداؤه كويس في الفتره ديت في مركز قلب الدفاع، في معلول الحقيقه برضو الفتره الاخيره اعتقد مستواه تحسن بشكل كبير، بقى فيه اهتمام بالناحيه الدفاعيه واستمر دوره الفعال الحقيقه في الناحيه الهجوميه في النادي الاهلي. كابتن محمود، دلوقتي لما بيبقى في فرقه كل همها ان هي تاخد ولو نقطه واحده بس من النادي الاهلي، بنتكلم على الفرق ممكن لسه صاعده، فرق عارفه ان حظوظها قدام النادي الاهلي مش كبيره، بيبقى دايما الطريق بالنسبه لهم ان هم يقفلوا كويس جدا، وعاملين جيم متقفل علشان النادي الاهلي ما يقدرش ايه يخترق الدفاع ده. شايف دايما بتبقى ايه المناسبات او ايه الحلول في المناسبات او المباريات اللي زي دي؟ يعني انا دلوقتي كفريق انا ما قداميش حل غير ان انا اقفل علشان على الاقل اطلع بنقطه وربما 3 نقط، يعني ده لو ربنا كرمني بقى وقدرت ان انا اجيب جون او اخلص المباراه دي كسبان. فلازم دايما بيبقى النادي الاهلي او الانديه الكبيره عامله حسابها انه الفرق دي بتبقى هتلعب غالبا بالاسلوب ده او بالطريقه دي، ان انا لازم اقفل الماتش كويس قوي. هنا بتبقى ايه الحلول؟ ايه المفروض تكون الحلول من وجهه نظرك؟ في البدايه هو مش يعني مش لازم اللي بيعمل تكتل دفاعي او بيعمل زون او منطقه دفاع من نص الملعب او من ثلث الملعب الدفاعي ومهتم بالدفاع ان هو يكون فرقه الاضعف، مش شرط. مش شرط. بس غالبا الفرقه الاضعف بتعمل كده، يعني مثلا زي مباراه الاهلي والبنك الاهلي. ما هو بس في النهايه المفروض انت بتلعب على 90 دقيقه، مده زمن مباراه كبير جدا. هل انت لازم يبقى في انت ما استحوذت على الكوره دلوقتي، ما لازم يكون في تفكير في الناحيه الهجوميه. انت يعني لو انت عندك قدره انك بتهاجم والارتداد ده بيتم بشكل سريع زي ما قلنا في بدايه الحلقه وبشكل منظم والتكتيك الدفاعي عندك عالي، ده وضع يعني هو بيدافع بس. لو بيدافع بس في النهايه هيخسر. انا شايف لازم يكون انت عندك شكل او هيتعادل وكده يبقى كسب نقطة. ماشي، بس انا لازم يبقى فيه برضو ناحيه تكتيكيه
هجوميه تفكر فيها. انت مش هتستلم الكره وتديها للمنافس عشان يهاجمك تاني. انت لازم تهاجم بشكل فعال. ما انت التوازن ده مهم. حتى لو في فرق في المستوى الفني بين اللعيبه او مستوى الاداء بتاع فرقتي اللي انا مسؤول عنها والفرقه المنافسه، في فرق كبير في المستوى الفني. لا انا لازم برضو افكر بشكل كويس. انما لا انا يبقى نقطه الدفاع بس والناحيه السلبيه بهاجم باثنين وثلاثه وعدد قليله وهجوم غير مؤثر. طب ما انت على الاقل هتفقد الكره بسرعه جدا وتروح للمنافس ويبقى اغلب الوقت الكره في رجل المنافس ويبقى تهديده ليك في المرمات بياخد اوقات كبيره فبتدي له فرصه اكتر. لا ما انا ما اعتقدش ان في لو فرقه بتفكر بهذا الشكل يبقى فرقه غلط يعني. انما الرجوع واقدر انا اتحول بالدفاع بشكل كويس بشكل مؤثر على الفريق المنافس، اهلا وسهلا بيه، مفيش مشكله. احنا وانا شايف ان دي هي دي الكوره يعني. اغلب الفرق الكبيره لما بتقابل بعض فاخد الكوره لازم يضيق المساحات. والكوره يمكن مع الحارس وال10 لاعبين بيبقوا تحت الكوره وتنظيم دفاعي حتى لو في التلت الدفاعي ده. وفي نفس الوقت برضو يعني ما يعني ما لازم نقول ان الهجم الهجوم الجيد بيجي من تنظيم دفاعي جيد عشان تقدر تهاجم بشكل جيد. انما ان انا دافع بشكل عشوائي وخلاص يعني والتفكير ده التفكير ان انا اتحول من الهجوم طرق اللعب او طريقه اللعب او شكل ادائي في التحول ده يبقى شكله ازاي؟ لو انا ما عنديش دي يعني طب خلاص بقى انا موضوع موت الناحيه الهجوميه. طب من وجهه نظر حضرتك كلاعب كوره كبير، مباراه مثلا زي مباراه الدحيل، الدحيل القطري، ومعروف انه الدحيل هجوميا نادي قوي على المستوى الهجومي، عنده ثلاث لعيبه الحقيقه، او عامل كمان تدعيمات كبيره جدا قبل كاس العالم للانديه، وعنده لعيبه في الهجوم كبار جدا ومستواهم عالي قوي، وان كان على المستوى الدفاعي مش افضل حاجه، هو الرابع في الدوري القطري على مستوى الدفاع، عنده مشاكل في الدفاع، يعني في ثغره تقدر تدخل له منها. شايف مثلا افضل طريقه انك تلعب مع نادي زي ده في كاس العالم للانديه ازاي؟ بس انا لازم اهاجم بشكل جيد. هو امكانياته الفنيه كويسه والناحيه الخططيه عنده عاليه. وعنده امكانيات او الناحيه الخططيه الهجوميه جيده، لازم اضيق المساحه. طبيعي نص الملعب بقى يعني الدفاع المتقدم قوي ده هيسيب مساحات، ممكن يكون هم عندهم سرعات عندهم امكانيات فنيه يعني، وده اكيد ده متوفر. فلا لازم انا اضيق المساحات ان شاء الله، العب تلت في حاله الدفاع. وازاي اجي النادي الاهلي عنده قدره، عنده مهارات وعنده سرعات وعنده نواحي خططيه وعنده امكانيات لعيبه كويسه، يقدر يتحول. ما فيش مشكله ان احنا نلعب في الدفاع، ان احنا نبقى تحت الكره ال10 لاعبين. احنا بنشوف ليفربول كل الهجوم بيشترك في الدفاع، وتقريبا كل هجمه عليهم طالما بتوصل، ما مش الكره مش هتوصل لتلت الدفاع وانا عندي ثلاث اربع لاعبين بره الدفاع. هتبقى دي مساحات، المنطقه دي ما بقاش فيها ست لعيبه او سبع لعيبه. لازم ال10 لاعبين يكونوا موجودين، ده الاصول الكوره. وده صح اللي يتم. انما ان احنا ندافع نضغط عليهم او هجوم مش او ضغط متقدم او تحول ما بقاش سريع وسايبين مساحات في خط الدفاع، لا ده هتديهم فرصه كبيره. فطبيعي اكيد. انا عايزه اقول لحضرتك من ساعه ما تم الاعلان عن القرعه وان النادي الاهلي هيلعب الدحيل القطري، جماهير النادي الاهلي كلها بتدخل تجيب مباريات لنادي الدحيل عشان يتفرجوا ويشوفوا ايه نقاط القوه وايه نقاط الضعف، يعني شغالين شغل موسيماني الحقيقه كل الجماهير، ويتفرجوا يشوفوا انه ايه انسب طريقه ممكن النادي الاهلي يلعب بيها في مباراه زي دي. وخليني كمان اقول لحضراتكم اللي متابعين الحقيقه النادي الدحيل الفتره دي وبيتفرج عليه، انه بكره في مباراه مهمه والمدرب بيعتبرها المباراه البروفا القويه لمباراه النادي الاهلي. بكره الدحيل القطري هيلاعب الاهلي القطري في كاس امير قطر، ودي هتكون برضو مباراه مهمه بالنسبه للنادي قبل كاس العالم للانديه. طيب دي بالنسبه لمباراه الدحيل القطري، خلينا نروح لمباراه بايرن ميونخ. انا بقى مش بقول لك هنا عندهم دفاع مش عارفه ايه وهجوم قوي، لا عندهم دفاع قوي وهجوم قوي، عندهم نص ملعب قوي، عندهم كل حاجه. المباراه دي حضرتك متفق انه عادي احنا نقدر ان احنا نكسب بايرن ميونخ، او ده كلام حضرتك؟ شايفها ازاي بقى فنيا ان انت تقدر تتعامل معاها لو باذن الله تم طبعا الفوز على الدحيل القطري؟ هو طبعا الفرق في مستوى كبير برضه طبعا، احنا بنتكلم على بطل اوروبا في صالح بايرن ميونخ يعني. بس انا بتكلم على شعور اللاعب، شعور الفريق ككل. شايف ان الثقه وانك تبقى نازل مرتاح نفسيا دي اهم حاجه. لازم الامل يكون موجود، ولازم الاحساس بالفوز ممكن احققه، ليه لا؟ على الاقل اخرج بشكل مشرف، على الاقل حتى لو في خساره تبقى خساره
فرق جون او حاجه، دي حاجه كويسه. يعني احنا بنتحمل مسؤوليه كبيره، احنا بنمثل قاره افريقيا كلها طبعا، وعندنا خبرات. احنا لعبنا تقريبا 6 بطولات كاس عالم للانديه، وعندنا حققنا نتائج كويسه، وافضل حققنا المركز الثالث قبل كده. وزي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه، الرجاء ولعب على الفاينل، ويعني انا شايف ابذل اقصى التوفيق بتاع ربنا، ما ممكن هم يكونوا اقل توفيقا واحنا جالنا فرصه نحجز منها وتتيح لهم هم 3 4 فرص. انا هي دي الكوره، هي دي كره القدم. انا مش بتكلم، انا قاعد بحلل، انا كان انا لاعب كوره، انا بقول هنعمل ايه بالظبط. انا احساسي برجع تاني ايام ما كنا بنلعب، ما انا برجعك اهو للذكريات بالظبط. فانا لا لازم احقق، بالعكس. واللعيبه، اللعيب الكويس اللي عنده ثقه في نفسه، واللي دايما عنده طموح وعايز يحقق حاجه وعنده هدف عايز يحققه، بيحب الماتشات الكبيره دي. هي دي الماتشات اللي بتصنع التاريخ، يعني مفيش شك، سواء ليك انت كلاعب وللنادي كمان اللي انت بتمثله. والنادي الاهلي احنا بنمثل افريقيا، بس احنا مش شويه، يعني احنا نادي طبعا كبير، واحنا تقريبا من يمكن نادي تاني على مستوى العالم بنحقق بطولات على مستوى القاري. النادي الاهلي معروف أكيد. يعني انت بتمثل نادي كبير، وانت لاعب كبير، اثبت وجودك في حاجه، مباراه، دي مباراه تاريخيه الناس مش هتنساها اكيد. فانا احساسي ان كلاعب برضو لازم هيبقى فيه اهتمام، مفيش شك. بشكر حضرتك جدا كابتن محمود صالح، يعني نورتني وانا استمتعت على المستوى الشخصي، واكيد الجماهير والمشاهدين استمتعوا. ودايما كده منوره الشاشه، ربنا يخليك. شكرا لحضرتك، وشكرا لحضراتكم على المتابعه. بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.